يحتوي الشعر على العديد من بصيلات الشعر الصغيرة أو المسام، ويحتوي كل مسام على شعرة واحدة وغدة متعددة الفصوص تسمى الغدة الزهمية. تنتج الغدة الزهمية مادة زيتية تسمى الزهم، تنتقل إلى أعلى المسام لتنعيم الشعر والجلد. ينشأ حب الشباب عند انسداد المسام بالزهم الزائد وخلايا الجلد الميتة. وإذا كان المسام مسدوداً جزئياً ولكن المسار إلى سطح الجلد ما زال مفتوحاً، فالسطح الداكن للزهم الجاف يسمى الرؤوس السوداء. ومع ذلك، إذا كان المسار إلى سطح الجلد مسدوداً، فالمسام يتعرض للإصابة بالعدوى والالتهاب وينتج عنه نتوء أحمر ومتورم ومليء بالقيح يسمى البثرة. تؤدي العدوى العميقة والأكثر خطورة إلى تكون عقيدات صلبة تحت سطح الجلد تسمى الكيسات. يصيب حب الشباب الأشخاص من جميع الأعمار، ويصاب معظم الناس في فترة ما من حياتهم بحب الشباب. يحدث حب الشباب أثناء فترة البلوغ وبالتزامن مع الدورة الشهرية للمرأة بسبب زيادة إنتاج الهرمونات. يمكن علاج حب الشباب بسهولة بالغسيل باستخدام صابون لطيف وباستخدام دواء موضعي يمكن صرفه دون وصفة طبيب. وإذا كان حب الشباب كبيراً ومؤلماً أو نتج عنه ندبات، يستلزم الأمر الذهاب للطبيب للعلاج.